عليكم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة خليل للمعلوميات. في هذه الحلقة إن شاء الله سنقدم إليكم تطبيق رائع رائع جدا لربح بعض الدولارات وجمع رأس المال. هذا التطبيق تسحب منه عبر الباي بال المفعل وغير المفعل. سنكتشف هذا التطبيق معكم. التطبيق اسمه إيكاش. التطبيق هو تطبيق إيكاش. ندخل إلى التطبيق. عند الدخول إلى التطبيق ستظهر لك تسجيل عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفيسبوك. اختر أي واحدة تريد ثم تدخل إلى التطبيق. هذا التطبيق تربح منه عبر لعب بعض الألعاب. يعطيك 6 ألعاب كل يوم تلعبها بطريقة بسيطة جدا، ويعطيك كل يوم بعض النقاط. تضغط على Daily Check In، تضغط على Check In ويعطيك بعض النقاط. أنا قبل قليل أخذت 100 نقطة. سيعطيني النقاط بعد 20 ساعة و35 دقيقة. نخرج. في كل لعبة هناك 5 مراحل، لأن التطبيق به إعلانات. ندخل للعبة. أدري ما بعيد التطبيق. ندخل اللعبة. نضغط على الزر بدء بطريقة بسيطة جدا. تلاتون نقطة. تضغط على كوري. تخرج من الإعلان ويعطيك 30 نقطة. تلعب مرة أخرى. لديك 5 قلوب، أي 5 مرات تلعب في كل لعب. عشرون نقطة. تجمع النقاط عبر لعب الألعاب وتحول النقاط إلى دولارات. على مرة أخرى. النقطة. اخرج من الإعلان. لدينا 6 ألعاب، ولو الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. طريقة جدا بسيطة، وتربح النقاط عبر دعوة الأصدقاء. تضغط على خيار انفيتي، تقوم بإعطاء الكود لأصدقائك ليتسجلوا، أو رابط الإحالة لكي يحمل التطبيق عبره ويتسجل، وتربح أنت 800 نقطة، وهم يربحون 300 نقطة. عندما تريد سحب أموالك تضغط على مي. الآن أنا لدي 9.19 دولار. الحد الأدنى للسحب هو 3 دولار، أي ما يعادل 1800 نقطة. عندما تصل إلى 1800 نقطة تضغط على كاش أوت، وتقوم ويخرج لك خيار آخر لسحب 3 دولار. ويمكنك السحب عبر الباي بال المفعل وغير المفعل. ندخل إلى هذا الخيار. 5 دولار 10500 نقطة، 10 دولار 20000 نقطة، 20700 نقطة، وهكذا. كل ما زاد عدد النقاط تربح أكثر عبر الأمازون وعبر الإتينيس وعبر جوجل بلاي. طرق عديدة للسحب.
نوت تطبيق رائع وسهل جدا عبر لعب بعض الألعاب ودعوة الأصدقاء. عندما تصل إلى 1800 نقطة تسحب عبر الباي بال مفعل وغير مفعل. أتمنى أن هذه الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وتعليق تحفيزي لتدعم قناتنا.